بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر ودعاة للسلام يا رحمة. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. باش نعطيكم صورة مقربة إلى حقيقة يوم القيامة، نستعين بهذه الآيات الكريمة من سورة الطور. يقول ربي سبحانه وتعالى في شأن هذا النبأ وهذه الواقعة، يقول ربي في السورة دي من آية 9: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، كل شيء مش يتبدل. فويل اليوم ده يسير في الجبال تولي تسير، وتمور السماء مورا تتحرك وتاكل بعضها، ويقع شبه انفجار صاعق. يقول ربي فويل يومئذ المكذبين. أشنو نصيبهم في ذلك اليوم المكذبين؟ سواء كان باللسان ولا بالجنان وبالزوز. قال ويل لهم، هو تفسير معناها متنوعة، لكن من أفضلها هي الويل وهو في جهنم، خاص بهؤلاء الملاعين من عرب وعجم ومن كافرين ومن مشركين ومن منافقين ومن ملحدين، نسأل الله السلامة بالتمام والكمال بحق رب العالمين.